صباح الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. برحب بيكم وحلقة جديدة متميزة من برنامجكم نور الطب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حاجة لطيفة جدا، هنتكلم عن الأمل والألم، كلمتين بيحملوا نفس الحروف ولكن لو غيرنا ترتيبهم هيحملوا معاني كتيرة جدا ومختلفة جدا. النهاردة هنعرف إيه هي العلاقة بين الأمل والألم، وإزاي نقدر من خلال الألم نحصل على الأمل. كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة في حلقتنا النهاردة مع ضيفتي المتميزة الدكتورة أسماء مرزوق زيدان، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفيات جامعة الفيوم. أهلا بيكي معنا ونورانا. أهلا بيكي، عاملة إيه؟ الحمد لله أنا تمام، مبسوطة جدا إنك معانا النهاردة، والموضوع حقيقي مميز وأنا بتناقش معاكي قبل الحلقة اتفاجئت بحاجات كثيرة جدا. عايزين كمان نعرفها النهاردة للسادة المشاهدين في برنامجنا. عايزين كمان نتكلم عن اول سؤال هنساله ما تسالش اعتقد قبل كده، ايه هي كينونه العلاج الطبيعي؟ ايه هو العلاج الطبيعي بصفه عامه؟ حلو السؤال. العلاج الطبيعي هو همزه الوصل بين الالم والامل. احنا كنا بنتكلم فيها في اول حلقه. يعني بالظبط كان انا جراح بدون مشروط. بالعلاج الطبيعي بقدر ارجع المريض لحياته الطبيعيه بدون اعاقه حركيه او الم. طبعا العلاج الطبيعي ليه دور فعال جدا في حالات إصابات العمود الفقري سواء الانزلاق أو الحوادث، حالات الكسور، حالات الإصابات عامة، تمام، وحالات ما بعد الجراحات. قلتي لي قبل الهوى إنه هو دور العملية بدون عملية، يعني إيه؟ يعني أنا بستخدم العلاج الطبيعي في حاجات يعني مش هعملها بالمشرط، زي مثلا اصابات العمود الفقري، ازاي اعالج انزلاق غضروفي من غير ما تدخل جراحي، او يعني يعتبر ممكن نقول انه علاج تحفظي او نوع من انواع العلاج التحفظي. تمام سليم. تمام. فبعالج في حالات حالات الشلل الدماغي الناتج عن الضمور، وحالات بيبقى ناتج عن الضمور وعن نقص القشرة البيضاء، عن الاستسقاء الدماغي، حتى حالات التأخر الحركي العادية جدا، حالات العصب السابع، حالات التهاب الأعصاب الطرفية، حالات النساء، حالات طبعا في حالات بتبقى مثلا السمنه والنحافه، دي حالات دي حاجه معروفه. معروف. طب ايه التخصصات الثانيه اللي ممكن يدخل فيها العلاج التداخلي بواسطه العلاج الطبيعي؟ يعني يبقى في كده ايه تيم ورك بين العلاج الطبيعي وايه تاني؟ بين العلاج الطبيعي والمخ والاعصاب، بين العلاج الطبيعي والعظام، بين العلاج الطبيعي والجراحه، بين العلاج الطبيعي والنساء. تمام. ازاي بقى دكتور يدخل في النساء؟ دي بقى اللي انا اتفاجئت بيها قبل الهوا. يعني انا اعرف ان العلاج الطبيعي ده بيدخل فيه التاهيل، اصابات الملاعب، الانزلاق الغضروفي، خشونه الركبه وما الى ذلك، لكن النساء دي جديده على مسمعي الحقيقه. ايه الحالات بقى اللي ممكن يدخل فيها العلاج؟ سقوط الرحم، في حالات المعروفه اكتر تكيس المبايض. تكيس المبايض يعني نقدر نقول ان هو بيشارك في عمليه تاخر الانجاب برضه إذا كان السبب تكيس موبايل. إذا كان السبب تكيس الموبايل. طيب إيه هي الوسائل أو التولز اللي بيتم فيها يعني استخدام أو إدماجها في العلاج الطبيعي؟ يعني إيه الطرق كمان الحديثة في العلاج الطبيعي اللي تمت وأدخلت حديثا في هذا التخصص؟ العلاج المائي، وده بيستخدم في حالات معينة وبيجيب نتيجة حلوة جدا، في حالات الأطفال، في حالات خشونة الركبة، في حالات الانزلاق الغضروفي، ده بيجيب نتيجة هائلة جدا. تمام. بنستخدم جهاز الموجات الصوتية، موجات فوق الصوتية الالتراساوند. تمام. والحرارة، فيديو كمان اهو بيوضح استخدام العلاج المائي. العلاج المائي. تمام. تمام. ممكن نشوفه وشغل بالفعل. تمام. تمام. احنا وصلنا لحد فين؟ حد انواع العلاج الطبيعي، لسه كنا بنتكلم عن العلاج المائي والفيديو شغال معانا اهو. تمام. بنستخدم بقى جهاز الالترا ساوند، بنستخدم التيار الكهربي بترددات مختلفه، بستخدم فرادك تنس. تمام. بستخدم اي مصدر حراره زي الهوت باكس او الانفراريد، الكماده او الاشعه تحت الحمراء. تمام. احيانا بستخدم الكولد باكس اللي هي التلج، اللي هو التبريد ده يا دكتور.
لا ده غيره. التبريد ده بستخدمه في الدهون والتفتيت اللي هو الكافيتيشن بقى والحاجات دي. كرايو. الكرايو بجمد بيه الدهون. كافيتيشن احنا ندخل في الموضوع ده. تمام. طيب ايه بقى استخدامه في حالات الاطفال؟ يعني العلاج الطبيعي ممكن ازاي تستخدميه مع طفل صغير؟ بصي العلاج الطبيعي انا شخصيا بحبه جدا في الاطفال. تمام. يعني انا بيبقوا مستجيبين معاكي كده يا دكتور ولا في كده عوائق بيبقى مش عارفه تعملي معاه؟ كل طفل ليه دخلته بقى. في طفل هو مش هيمشي الا ان زعقتي. بس انا ما بحبش اشد. في طفل صاحبي بقى وبونبوني ومش عارفه ايه هتلاقيه اشتغل معاكي. اولا بنبدا يعني مثلا بيجي الطفل ما فيش ما بيحركش رقبته ما بيسندهاش ما بيسندش ظهره. ببدا معاه من الصفر لحد ما يمشي لوحده. تمام. تمام. طيب بالنسبه لخشونه الركبه عايزين نعرف ازاي نتفاداها وايه علاجها؟ خشونه الركبه، الاول الركبه دي مفصل ما بين عظمتين الفيمر والتيبيا والفيبرا. تمام. في النص زي ماده الجيلاتينيه كتر التحميل اللي هي الماده الزلاليه اللي بتبقى بين المفاصل دي. كتر التحميل عليها بيخلي العظمتين يبداوا يحتكوا ببعض. تمام. يحصل طرقعه. بعد كده الم ممكن تورم. بعد كده بيبقى فيه مشاكل اصلا في الحركه. ممكن توصل لتغيير مفصل يا دكتور ولا دي بتبقى في حالات الحوادث بس؟ لا بتوصل. لو انا اهملت الموضوع سنين هتوصل لكده. لان اصلا كل فتره بيؤدي لتغيير شكل الرجل نفسها. ازاي بعالجه او ازاي بتفاداه؟ من بقى من الصفر بقى. اشيل التقيل لا. اشيل صح. طلوع سلم ونزول اطلع صح وانزل صح. اقلل الحاجات اللي فيها احتكاك. فيها الرجل محملش على رجلي يعني محملش عليها. طب الشيل التقيل انا ازاي اتجنبه؟ يعني احنا كلنا بنشيل تقيل وبوضعيات خاطئه. انا عايز اعرف ازاي الشيل التقيل ممكن يقضي صاحبه وازاي نتعامل صح لما نشيل حاجه تقيله. عامه الشيل بيأثر على العمود الفقري. تمام. وبيأثر على الركبه. ده لان الركبه بتشيل 50% من وزن الجسم. فالتحميل الكتير عليها بيأثر. برضو لو تخنة برضو بيأثر عليها. بالنسبة للظهر شيل تقيل أكتر من 10 كيلو بيحمل أكتر وأكتر وأكتر على العمود الفقري. معقولة؟ بيسبب انزلاق. إزاي أشيل صح؟ أولا أنا أنزل النزلة صح. يعني حتى لو مش هشيل حاجة وقعت وأنا هنزل أجيبها. أنزل فرد ظهري. انزل بركبتي. واميل اجيبها واطلع. لو هي حاجه تقيله بميل بحضنها عليا واطلع. ما ميلهاش يعني ما خليش التانيه من الظهر. كل المفاصل اللي هتتني هي فقط مفصل الركبه. لازم اخد بالي كويس جدا وانا بتحرك من ظهري ومن وضعه. اي حركه غلط هتعملي مشكله. ربنا يستر بقى علينا كلنا بنشيل غلط يا دكتور. طب والناس اللي بتشيل اثقال يعني ده تمرينها المفضل ان احنا نروح نشيل اثقال في الجيم ده هيأثر عليها؟ لازم ما تشيلش اكتر من 10 كيلو. ده هيأثر عليها وان كان في صاله رفع اثقال. حتى لو صاله رفع اثقال. طيب عايزين نعرف برضو الام الرقبه دي طبعا حاله منتشره جدا جدا. الناس اللي بتقعد على اللابتوب كتير، الناس اللي بتذاكر، الناس اللي بتعمل شغل، في ناس شغلها كله مكتبي مثلا بتضطر تقعد فتره طويله على الكمبيوتر وبتقعد طبعا في وضعيه خاطئه تماما. عايزين نعرف ازاي نتجنب الاصابه بفقرات العنقيه الاول وبعد كده هنتكلم عن العلاج. تمام. هو الفقرات العنقيه زيها زي القطنيه يعني هنتكلم بوجه عام عن كله. اولا اهم حاجه في الموضوع ده بسال المريض انت بتشتغل ايه. لان هي دي سبب المشكله. صحيح. هل انت طول الوقت قاعد كده؟ انت كده عامل مشكله. صحيح. طول الوقت محمل بنفس الطريقه على العمود الفقري وعلى الفقرات اللي هي القطنيه بقى. القطنيه بالذات قاعده زي كده طول الوقت محمل. طب لازم تقعد صح. اولا قاعد شافط بطني. رافع راسي. مستوى كتفي مظبوط مع الرقبه كده يعني. تمام. كل 20 دقيقه بغير وضعي وان كان انا محتم عليا ان انا اقعد كده الساعه ساعتين. لازم كل 20 دقيقه اقوم اتمشى اغير الوضع بتاعي. طب احنا نعمل ايه يا دكتور؟ انا ساعات بيجي لي حلقات بالساعه اقوم اغير واتمشى ازاي في الحلقات؟ خدي بريك حط فاصل اعلاني عشان تعرفوا احنا بنعاني قد ايه. للاسف الحمد لله يعني. بس برضو يعني نتجنب ده بقدر المستطاع عن طريق القعده الصحيحه يعني. تمام. لو انا واحد بستخدم لابتوب كتير انا بضر
فقرات الرقبة طبعا، فقرات الظهر قطنية، كمان ايديا. فلازم مستوى اللابتوب نفسه يبقى هو مستوى عيني. يعني انا قاعد عامل كده انا قاعد في ترابيزه لاب، اللاب كده، انا قاعد عامل كده تمام. كذلك التلفزيون، كذلك الموبايل. من اهم اسباب انزلاق غضروفي في الرقبه هو الموبايل. ازاي بقى؟ انا واحد قاعد طول الوقت عامل كده تمام. ده كلنا، ادخلي اي كافيه اي نادي هتلاقي الناس كلها قاعده بالوضعيه دي يا دكتور. انا حاليا بشوف كميه اصابات في انزلاق فقرات العنقيه في سن صغير جدا. صحيح، للاسف دي مشكله. لما انت مثلا عندك 20 سنه وعندك انزلاق هتعمل ايه بعد كده؟ دي حاجه. لازم امسك الموبايل صح، في حامل للموبايل، انا هتفرج على حاجه على الموبايل في حامل، همسك الموبايل عشان اعمل تشات، ابقى ادي لنفسي فرصه اريح نفسي، اريح رقبتي، احطه في وضع صح تمام. ويعني عامه اقلل من استخدام، نعمل اقل استخدام قدر المستطاع. طيب خلاص حصلت الاصابه، ايه بقى دور العلاج الطبيعي في التخفيف من الام اصابات الفقرات العنقيه بصفه عامه؟ تمام. اولا العلاج الطبيعي بيساهم في ان انا ارجع الجزء اللي اتفقد من الغضروف تمام. ده ازاي؟ هشرح لك انا بعمل ايه في الجلسه. ولا لا بيرجع. ده بقى اللي انا لسه كنت بقوله في الانترودكشن، انه في علاقه بين الالم والامل. كده انت حضرتك اديتينا امل، لان كل الناس اللي عندها مشاكل في الفقرات العنقيه في امل في علاجها، في امل. بس المهم انا اروح للالم امتى وانتبه للالم بدري زي ما قلت لي بره الهواء بالظبط. اروح امتى؟ يعني انا حسيت بالالم رحت للدكتور امتى؟ رحت الجلسات امتى؟ انتظمت ولا لا؟ بسمع كلام الدكتور في كل اللي قاله، باخد ادويتي بانتظام، بعمل الروتين اليومي المطلوب مني ولا لا؟ انا واحد اكتشفت الغضروف بدري تمام، في المايلد ستيج تمام. رحت للدكتور وباخد مسكناتي وباخد ادويتي، ورحت لدكتور العلاج الطبيعي وبعمل جلسات ومنتظم تمام. هخف اسرع. هخف يا دكتور ولا هتغلب على الاحساس بالالم؟ يعني مساله تسكين ولا علاج؟ لا علاج، شيء هايل. علاج شيء هايل، علاج والله. بالذات كمان الفقرات القطنيه علاج رهيب. انا ايه اللي يخليني اوصل لمرحله اني ابقى اخر مرحله وحتى الجراحه هي الحل الوحيد؟ انا ايه اللي يخليني اوصل لكده؟ معنى كده ان الجراحه دي بتبقى في المراحل النهائيه متاخره جدا، لكن بعد قبل ست كده شهور علاج طبيعي ومفيش تحسن. ما دون ذلك كله في امل ان شاء الله في الشفاء التام. كله في امل باذن الله تعالى. باذن الله. طيب يا دكتور، دلوقتي عن طريق العلاج الطبيعي عرفنا ان هو بيدخل في تخصصات كتيره، بيدخل في النساء، بيدخل في الاطفال. ايه التخصصات الثانيه ممكن يدخل فيها بالنسبه للمخ والاعصاب غير موضوع التهاب الاعصاب الطرفيه؟ ضمور العضلات حاجه زي بانواعها زي اللي عند مؤمن زكريا. تمام، ربنا يشفيه يا رب. يا رب ربنا يشفيه يا رب ويتم عليه في الصحه كده. في حالات العصب السابع. ازاي بقى بيتم علاج من العصب السابع؟ انا شخصيا ليا طريقه مختلفه تماما. هو ده اللي اسمه عرق النسا؟ لا لا، هنتكلم عن عرق النسا. العصب السابع هو عصب بالظبط مكانه هنا تمام. اول ما بيلتهب بيورم، فبيضغط القناه اللي هو معدي فيها، بتضغط عليه هنا وهنا يا دكتور، ناحيتين مع بعض طبعا. انا بفترض ان انا هتكلم عن ناحيه تمام تمام. بيعمل مشاكل في عضلات الوش، بنبص نلاقي الحاجب ده ما بيترفعش، العين دي مفتوحه ما بتتقفلش، البق ده بيروح ناحيه الجزء القوي بيبقى كده، يعني مش هيتحرك هنا، يعني مشكله هنا، يعني هو ما يجي يضحك هيضحك، دي ما تتعملش كده. ده كله لان ده اللي بيغذيها موتور وسنسوري العصب السابع تمام. تمام. مشكله العصب السابع حلها سهل جدا جدا. ايه بقى يا دكتور؟ طبعا بعد علاج المخ والاعصاب بيستنى اسبوعين بعدين يجي العلاج الطبيعي. انا شخصيا بستخدم طريقه مختلفه تمام. بستخدم حاجه اسمها كابت اكسرسايز تمام. بشتغل على، يعني انا مش بشتغل على العضله الجنب ده لا، انا بشتغل هي العضلات دي كده مش ليها اوريجن انسيرشن، مش ليها بدايه ونهايه، هي عضله واحده تمام. فبشتغل على الجنبين تمام، بقوي الجنبين فده بيقوى معاها. بستخدم حاجه اسمها بي ان اف تكنيك،
اللي هو بحرك عضلات الوش غصب عنها، يعني انا بدي مقاومه هنا ويعمل، فغصب عنه كل ده بيترفع، بتمرني العضلات كلها، فبالتالي كلها. هيتم تحريك العضله المصابه دي. طيب ايه اعراض العصب السابع؟ يعني امتى المريض يبقى متاكد ان هو عنده عصب السابع؟ في ناس ممكن تقول ايه ده مجرد ان عيني رفت شويه انا كده عندي عصب السابع، مجرد شويه صداع في نص وشي والوش الثاني النص الثاني لا كده عصب سابع. ايه بقى امتى نجزم ان المريض ده مصاب عصب سابع؟ طبعا بعد ما بيبان عليه الشكل اللي قلت لك عليه، بس قبليها بيحس بايه؟ قبليها بيحس بألم هنا، بيحس بصداع، تمام. بعديها بيبدا يفقد الحركه وبيفقد السيمتري ما بين وشه، جنب ده غير الجنب ده، تمام. كده اعرف ان هو عصب سابع، كده اروح على طول على دكتور المخ خالص. تمام. العلاج الاول بيتم عن طريق تخصص مخ الاعصاب ثم مرحله العلاج الطبيعي. تمام. طيب يا دكتور عايزين نتكلم عن الركبه، خشونه الركبه احنا قلنا هي بتحصل ازاي، هل ليها علاج فوري يعني ولا عايز فتره طويله؟ يعني دايما الناس الكبار بيكسلوا يروحوا للدكاتره من كتر المشاوير وكتر الجلسات، ايه علاجها اللي ممكن مثلا غير موضوع تغيير المفصل؟ ممكن مثلا البي ار بي هل ليه علاقه او ليه دور في الاستشفاء من خشونه الركبه ولا دي اشعاعات مغرضه؟ سمعتها كتير. العلاج الطبيعي هو دوره في الحاجات دي، بقولك ليه دور فعال، تمام، في الاصابات دي. لكن هي خشونه الركبه في ليها مراحل، زي ما قلت لك برضو انا رحت الدكتور امتى، انا عالجت امتى. خشونه الركبه اهم حاجه ليها العلاج الطبيعي، العلاج المائي، ادويه، شيل صح، حقن البي ار بي او البلازما ليها علاج، ليها دور في العلاج ولا ما يعتبرش دور خالص؟ انا بسمع عنها كتير حقيقي. هو انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، بس هو الاغلبيه بيحقنوا كورتيزون، تمام. الكورتيزون بيسكن جدا الالم مده 6 شهور سنه، بس يعني بعد كده الالم بيرجع، اقوى اقوى. لكن انا بتكلم على ان البي ار بي بتتحول هل لماده زلاليه شبيهه بماده زلاليه موجوده اصلا في المفصل؟ يعني هل ده علاج فعلا فوري نهائي ولا يعني مع حالات وحالات؟ عندك نفس المشكله، هي برضو الماده دي هتخلص وهيبقى عندك نفس المشكله، انت لازم تقوي العضلات اللي حوالين الركبه عشان تفضل شايله، بجانب العلاج الطبيعي. يعني ممكن نعمل بي ار بي بجانب العلاج الطبيعي، اقصد كده يعني. بس دي في مراحل متاخره، مراحل متاخره. يعني انا شايفه ان العلاج الطبيعي هو الاول، قويتي العضلات اللي حوالين الركبه، ظبطتي الدنيا، عملنا علاج مائي، عملنا بنشيل صح، بنتحرك صح، قللنا وزن، اهم حاجه قللنا وزن. بالنسبه بقى بمناسبه الوزن، لما يجي حد يقول لك انا ما باكلش مش بخس ليه؟ كلنا بيحصل لنا كده. بصدق الحكايه دي لان بيبقى فيه مشاكل كتير. اولا بطلب منه تحاليل معينه، عملنا التحاليل والدنيا كلها تمام في التحاليل، بشك في حاجه اسمها مقاومه الانسولين. الانسولين هرمون بيتفرز بيتحكم في مستوى السكر في الدم. مقاومه الانسولين بتخلي البنكرياس بيفضل يفرز في انسولين، يفرز في انسولين، وبالتالي ايه اللي يحصل بقى؟ تثبيت وزن ولا زياده؟ السكر بيعلى، السكر بيعلى، السكر بيعلى في الدم، يعلي لي الوزن، يزود الوزن، يزود الدهون الثلاثيه، يقلل الكوليسترول، تمام، بيعمل مشاكل قلب، بيعمل اعراض السكر، تحس ان البيشنت بيشتكي من ميه كتير، عطشان، بيشرب ميه كتير، تمام. كل ده بكسره بنظام غذائي. ببدا في الاول نظام غذائي صحي، في الاول بعمل كيتوجينيك دايت، بس ده ما طولش فيه لانه في ناس بتقعد عليه شهور، في ناس بتقعد بست شهور وبالسنه. غلط، هو اخر اسبوعين، اسبوعين اتنين، بعد كده لايف ستايل، نظام غذائي. انت مش قصه يومين ثلاثه، لا انت هتعيش عمرك كله بتاكل اكل صحي. والاكل الصحي مش حرمان، بس هي هظبط فيها حاجات عشان مقاومه الانسولين دي هقولك بتاثر على ايه. هظبط ان انا اقلل كربوهيدرات، اقلل قمح، اقلل حليب، تمام، ازود بروتين، حلو قوي، اعمل تمارين واركز على التمارين، اشرب ميه كتير واهتم بعدد ساعات. ده لايف ستايل كامل بقى يا دكتور، لايف ستايل كامل، من النوم بالاكل بتنظيم الرياضه بكله. ما هو روتين يومي هتستمر يعني. مقاومه الانسولين دي بتاثر لي على التبويض،
بتعمل تكيسات على المبايض. تكيسات على المبايض دي بتعمل مشاكل في الحمل وبتأرق ناس كتيرة، وأصلا بتسبب آلام، يعني بيبقى فيه آلام في منطقة الحوض، بيبقى فيه مشاكل في العضلات، بيبقى فيه ألم في العضلات، كل ده سببه مقاومة الأنسولين والتكاثم. تمام، هنرجع بقى لحتة مهمة قوي، قلت لي هنيجي للعصب النسا أو عرق النسا. عرق النسا عايزين بقى نعرف إيه عرق النسا ده؟ إيه هو عرق هو النسا ولا النسا يا دكتور؟ النسا. النسا تمام. سمي النسا من كتر الألم، بينسيكي، بينسي حاجة، أي ألم تاني. بالظبط. هو اسمه سياتيك، اللي هو سياتيك. سياتيك أوكي، اللي هو فرع من العصب طالع منين؟ من فقرات القطنية. تمام. العصب ده لما بيلتهب بيعمل ألم أسفل الظهر، بيسمع لحد الرجل من ورا من لتحت، من عند الكعب يعني ولا لا؟ من أسفل الظهر من فوق. الألم بيفضل ماشي على الكرسي بتاع السياتيك نيرف لحد التيب توز، اللي هو الصباع الكبير من تحت بقى. يعني كل ده في رجل واحدة ولا في رجلين اتنين؟ على حسب هو التهب على انه جنب. تمام. يعني هو موجود هنا وموجود هنا. السياتيك نيرف هو اللي بيغذي الموتور والسنسور للمكان ده. تمام تمام. فاول ما بيلتهب بيعمل ألم. احيانا في ناس بيجي لها حاجة اسمها بايرفورم سندروم، التهاب في عضلة اللي هي فوق السياتيك نيرف، بيعمل أعراض السياتيك، ألم وتنميل. طبعا الألم ده أول مراحل إن تكير، هنا في غلط. مكان الألم ده تنبيه، ربنا خلقه كده. في ناس ما بتنتبهش للألم خالص، سكنه خلاص خلصنا، لكن ربنا خالق الألم ده عشان ينبهك إن في هنا حاجة غلط. الألم ده في الأول، معالجتش الألم ابدا اخش في تنميل، معالجتش كل ده ابدا اخش فقط للحركه، اللي هو الشلل التام. ده مش لدرجه الشلل التام بس، فقد الحركه، ان بقيت ايدي مش قادر احرك. عارفه بيوصفها بايه؟ تقل في دراعي، تقل في رجلي، تقيله مش قادر احركها، مش قادر اتحكم فيها. في الفقرات القطنيه بيوصل الموضوع لعدم تحكم في البول، دي اخر مرحله، دي كده هنخش عمليه. طب ده ليه علاج يا دكتور؟ اللي هو عدم تحكم في عصب اللي هو عرق النسا. ايوه طبعا. ليه علاج برضو بالعلاج الطبيعي ولا كله جراحي؟ بالعلاج الطبيعي. اقول لك تكنيك ازاي اللي انا استخدمه. برضو انا شخصيا ليا طريقه لوحدي، معلش. طالما متميزه في طريقه وناجحه يعني شيء ممتاز، دي حاجه تميزك عن غيرك في المجال. هو انا بحب الحاجه تكون بالطريقه الصح. يعني انا هعمل الترا ساوند الاول، بعمل الترا ساوند وبستخدم جل مسكن وبسط عضلات، فبستخدم ايانتوفريزس، بخلي امتصاص الجل يزيد اعمق. حلو قوي. مش حاجه سطحيه، لان لو حطيت حراره وحطيت بعديها الالترا ساوند، الامتصاص هيبقى خلاص اتشتت بقى سطحي. تمام. بعديها بركب جهاز الكهرباء، بكهرباء العيش. بستخدم اخوف الناس يا دكتور؟ لا، هم اقسامهم انا هكهرب. ايه شكشكه صغيره كده على فكره؟ لا، هي ذبذبات بيحس بتنميل مش اكتر. بستخدم جهاز الكهرباء، التيار تنس عشان اقلل الالم. بعديها بستخدم اي سورس اوف هيت، اي مصدر حراره، زي مثلا كماده الانفرا. تمام. بعديها بستخدم مساج عن طريق حاجتين، يا اما الفايبريتور اللي بيعمل فايبريشن ده اللي هو بالظبط، او المساج جن. ده بقى حاجه جديده لسه طالعه بس لطيفه جدا. في حاجات يعني بتعمل مايوفيشيال ريليز. انا لازم اترجم الكلام ده. طب بالمناسبه سريعا كده، الجلسات دي هيحتاجها كام جلسه علشان يتم الشفاء التام ان شاء الله؟ هو مبدئيا اقل حاجه 3 شهور. بعديها بحدد. 3 شهور. 3 شهور بعديها بحدد هنكمل. بواقع كام جلسه في الشهر؟ المفروض ان هي يوم ويوم، 3 جلسات في الاسبوع. في الاسبوع. الحقيقه استمتعنا جدا جدا واستفدنا كتير، وكان حوار شيق. بشكرك شكرا جزيلا، وعرفنا معاكي كمان ان الالم انديكيشن للعلاج، يعني ما نهملوش حاجه غلط. في حاجه غلط. بشكرك شكرا جزيلا. كانت معايا الاستاذه الدكتوره اسماء مرزوق. شكرا ليكي. عقبال يا رب كده ان شاء الله تتخصصي في طرق العلاج الخاصه بيكي، ده شيء ممتاز ان انت ليكي لاين لوحدك كده مش شبه حد تاني. شكرا ليكي وشرفتيني. العفو، شرف ليا والله. شكرا ليكم مشاهدينا، كان معانا الدكتور
الدكتورة الجميلة أسماء مرزوق أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفيات جامعة الفيوم. إن شاء الله تستنوني في اللايف أنا وهي، نطلع بعد الحلقة على طول ننوه عن موعد الإعادة ونقول لكم عن الخصم الخاص اللي بتقدمه الجمهور برنامجنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة، وكانت معكم نور العقاد. إلى اللقاء.